بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وساوى علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم اشف منا المرضى، اللهم ارحم موتانا، اللهم يا رب العالمين بلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين، يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى برحمتك أرحم الراحمين. بيض وجهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسفر وجوهنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وشفع فينا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا يا رب العالمين، وأتم علينا العدة يا رب العالمين لنكبرك كثيرا ونسبحك كثيرا ونحمدك كثيرا يا أرحم الراحمين، وأعد علينا رمضانات عديدة يا رب العالمين في كمال العافية والصحة، واجعلنا في زيادة دائما من الإيمان والعافية والطاعة يا رب العالمين، واقبض عنا كل معصية وسوء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري للإمام أبي جمرة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وبالأمس قرأنا الحديث 47، حديث رؤية المولى عز وجل يوم القيامة للمؤمنين، رؤية واضحة شبهها النبي برؤية القمر في الوضوح وبرؤية الشمس في الوضوح، وأن كل أمة تتبع من كانت تعبد من دون الله إلى جهنم والعياذ بالله، ويضرب الصراط، وتجوز أمة التوحيد فيها على هذا الصراط، منهم بعض العصاة يكبون بمعاصيهم في النار ثم يتطهرون من معاصيهم فيخرجون من النار متفحمين ممتحشين، يلقي الله عليهم سبحانه وتعالى ماء الحياة فينبتون ويدخلون الجنة، ومنهم من يجوز الصراط ناجيا فيدخل الجنة برحمة الله وفضله وتوفيقه. ثم بعد ذلك حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة، وكيف أنه لما أخرجه الله نبت ووجهه إلى النار، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحول وجهه فقط عن النار، أقصى أمنية له وأقسم لله ألا يطلب غيرها. فلما حول وجهه فنظر إلى الجنة ونعيمها، فمكث ما شاء الله أن يمكث، يستحي أن يطلب من الله لأنه عهده ألا يطلب شيئا آخر. ثم بعد ذلك طلب من الله فقال له: ما أغدرك يا ابن آدم؟ فقال: لا أكون أشقى خلقك. وكأن الله كان يريد أن هو ينعم عليه من الأول، ولكن هو طلب على قدره لا على قدر الله. فلما طلب على قدره اختار لنفسه، فأنت تتعلم ألا تختار لنفسك، ولكن اجعل الله هو الذي يختار لك، لأن بنهاية الأمر والحوار الذي تم بين هذا الرجل وربه كان دخوله الجنة، وما تمناه وفوق ما تمناه 10 أضعاف. كان هذا هو اختيار الله مدخر أولا، فلو كان اختار اختيار الله أولا لأخذها دفعة واحدة، ولكن لما اختار بنفسه ولنفسه أخذها على فترات متقطعة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر يقول: ومكث ما شاء الله أن يمكث، قد تكون 1000 سنين، قد تكون 100 سنين، بين كل مرحلة ومرحلة
لا يعلم مداها إلا الله. فكم من إنسان يختار لنفسه ما يشقيه، وكم من إنسان يختار لنفسه ما يرديه ويؤخره. ولذا فر من اختيارك إلى اختياره، لأنه هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. فإذا أردت أن تختار فاختر ما يختار على مذهب محي الدين ابن عرب، أو فاختر ألا تختار على مذهب سيدي أبي اليزيد البسطامي. والفرق بين الدعائين أن هذا اختار من باب الخوف فاختار ألا يختار، والثاني اختار من باب الرجاء أن يختار ما يختار المولى. فواحد دخل من باب الرجاء والآخر دخل من باب التبري والخوف، ولكن الإثنان عندما دخلوا وجدوا نفسهم في حضرة واحدة، فالأبواب متعددة والحضرة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. نقرأ تعليق، أنا حكيت لك الحديث كده حكاية سريعة لكن إيه طويل، فإحنا الوقت عايزين نقرأ أوجه الحديث. يقول: ظاهر الحديث تحقيق رؤية ربنا جل جلاله يوم القيامة، وأنكر الرؤية من طوائف من المسلمين كالمعتزل. في طوائف من المسلمين أنكرت رؤية الله عز وجل في الآخرة، وقالوا الرؤية هنا ليست هي رؤية بصرية ولكنها هي رؤية نفسية، من معنى المعرفة، زيادة المعرفة. فعبر القرآن عنها بالرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ناظرة فضل الله، منتظرة يعني، مش ناظرة يعني بتنظر، لا ناظرة يعني منتظرة فضل الله عليه. واخد بالك؟ ده رأي المعتزلة في هذه الآيات. لكن أهل السنة والجماعة يعني لم يتقيدوا بالآية فقط، ولكن هناك أيضا أحاديث تشرح القرآن، فهذا الحديث بيّن أنها رؤية حقيقية، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها من الوضوح بحيث لا يتمارى فيها اثنان كوضوح رؤية الناس للقمر، هل يتمارى فيها أحد؟ وبعدين النبي تدرج، ما هو ممكن رؤية القمر لا يراها الأعمى، تيجي تقول له القمر طالع اهو يقول لك لا أنا مش شايف، ما هو أعمى. يقوم يقول إيه تاني؟ يدرجها لأوضح، يقول لك إيه: هل تمارون في رؤية الشمس طالعة ليس معها سحاب؟ لأن الأعمى لو ما شافش الشمس هيحس بحرارتها، يعني حتى الأعمى مش هينكر. شوف تدرج النبي في التدريج، القمر الأول بوضوح، ممكن بعض الناس يعني ما يشوفوش، لكن الشمس تبقى ليها أثر يتحس كمان غير الرؤية. فتبص تلاقي، وده من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، من كمال فصاحته. لو واحد فينا كان بيخبر هيختفي بمثال وخلاص، لكن النبي يريد أن يستوعب، ومش كده وبس، يبتدي بالقمر ويبتدي بالشمس كأنه ماشي على سنة أبيه إبراهيم لما بدأ بالقمر ثم الشمس ثم أثبت بعد ذلك أن لهما إله. فتحس وتشعر من خلال الأحاديث أن النبي تشرب القرآن، وأن كل أحاديث ما هي إلا أثر من أثار هذا القرآن ورشفة من رشفات كلام رب العالمين. فاللهم علمنا الحكمة، وأمدنا بمدد نبينا من الفصاحة والإيمان والعبادة والصلاح وحسن الخواتيم. الوجه الأول قوله عليه السلام: هل تمارون، مش أي لون كده، هل تمارون يعني إيه تمارون؟ يعني تشكون. ما هي المماراة يعني إيه؟ تقول للواحد ده حصل يقولك لا ما حصلش، طيب يا فلان مش حصل، التاني يقول له مش متأكد، والثالث يقول احتمال، والرابع يقول لا أنا متأكد، والثاني يقول أنتوا كذابين. أدي المماراة، تلاقي الناس مش عايزة تتفق على حاجة، فهمت؟ لكن يقول إيه: هل تمارون يعني تشكون تجادلون. على الرواية الأخرى: هل تضارون، في رواية صحيح مسلم هل تضارون، لأن خد بالك لما يبقى الرؤية غير واضحة الناس تركب فوق بعضها، يقوم ده يتعور وده يتزنق وده يتجرح وده صباع واحد يدخل في عينه يحصل ضرر. شوف الناس بتعمل ايه لما بتتكلم على الحجر الاسود، بيحصل مضر، مش كده؟ برضو ليه كسر نظارته واللي يطلع متعور. واحنا ما بننصحش بالتزاحم ده لان مش هو ده الفقه، لكن عموما الناس لما بتنضم علشان ترى شيء غير واضح
للكل يحصل ضرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تضارون في رؤية القمر، يعني ما يبقى القمر طالع بنقعد نضم كده عشان نشوفه، ولا كل واحد وهو في بيته شايفه؟ لان قايل القمر هنا هو كامل مش هو هلال، او هو هلال ممكن واحد يشوفه التاني يعمل كده يقول لك انا مش شايف، والتاني يقول لك هات نظاره، والتالت يقول له لا بيتهيأ لك لما يبقى هلال، لكن لما يبقى بدر خلاص بقى، واما يبقى شمس طالعه مفيش ضرر لحد ده يركب فوق ده عشان يشوفه ده. وهل تضامون في رواية تالتة، وهل تضامون يعني تنضموا حوالين بعض كده علشان تشوفوا، يبقى في تلات روايات، هل تمارون، هل تضامون، هل تضارون، يعني معناها أنها رؤية تأتي واضحة بلا كلفة، كأن النبي يقول لك وانت واقف مكانك كده هتبقى الأمور واضحة خالص بالرغم زحام الموقف، بالرغم زحام الموقف مفيش حد ايه عايز تشب لحسن اللي قدامك اطول منك ولا حاجه، او تقول للناس تحرك كده شويه، يا اخي انا مش شايف يا اخي من كتفك ده كده، مفيش الكلام ده، كله شايف بالرغم شده زحام الموقف. وعلى الروايه الاخرى هل تضارون في القمر ليله البدر، شوف القمر ليله البدر، ما هو لو قال القمر وسكت ما هو احتمال وهو هلال مش كده برضو، لا عايز يقول ليلة البدر. والتشبيه هنا في الوضوح لا في الجهة ولا في الحيز ولا في الإحاطة، التشبيه في الوضوح واضح، لأن الله لا تدركه الأبصار يعني لا يدرك إحاطة، وفي نفس الوقت لا يحيطون به علما. فالتشبيه برؤية القمر يحتمل تشبيه بالجهة والإدراك ويحتمل الوضوح، الله لا يدرك خلاص عارفين من القرآن، وأنه لا يحيطون به علم خلاص عارفين، يبقى التشبيه هنا لإيه؟ للوضوح وليس للجهة ولا للإحاطة. فهمت طريقة التفكير؟ أيوة، تشبيه لحال الرؤية وحال المرء أنها واضحة جدا بلا شك، الرأي لا يشك والرؤية واضحة جدا، واخد بالك؟ أدي الحكاية. لكن التانيين الجماعة المنحوسين يفهم جهة وتحيز لأنه منحوس، فهمت؟ المرء ليس كمثله شيء، فهم؟ طيب هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فهذه من الأشياء التي لا يشك أحد أن القمر موجود مرئي، ولو سكت عليه السلام واقتصر على هذا المثال لكان في البيان والتحقيق كافيا. ثم أكده عليه السلام بأن قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب، وفي ابتداء عليه السلام أولا بالقمر ثم بالشمس بعده من الحكمة وجوه، من اتباع الأب الجليل وهو إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام كما اتبعه عليه السلام في الملة اقتدى به في الدليل، فكان دليل الخليل على إثبات وجود الربوبية واستدلال الحبيب بمقتضى ذلك الدليل نفسه على إثبات الرؤية، فكل استدل بمقتضى حاله لأن الخلة تصح بالوجود والمحبة لا تقع إلا برؤية المحبوب. الوجه الثاني فيه من الحكمة أن رؤية القمر يقر بها كل من يبصر ولو كان من ضعف بصره ما عسى أن يكون، فعند تمام البدر دون سحاب يبصره ضرورة، وبقي من لا بصر له يكون عنده وجود رؤية القمر تقليدا، إن الناس شافوه يقلدهم وخلاص لكن هو ما شافش، والشمس يشهد بوجود رؤيتها من له بصر ومن لا بصر له، فإن الأعمى يلقاه حرها وإذا قابلها وقت الظهيرة وليس دونها سحاب أحس بإدراكها بزيادة يجدها على ما يخبرون بذلك، فأكدها صلى الله عليه وسلم بأشد من الأول، ويكون معنى المثال في تحقيق الرؤية لا في الكيفية، تحقيق هنا عن تحقق يعني لا في الكيفية، لأن القمر والشمس متحيزان، متحيزان يعني في جهة ويحاط بيهم وليهم حدود، والحق سبحانه وتعالى ليس بمتحيز وليس أيضا شيء من مخلوقاته يشبهه بدليل العقل والنقل. فأما من طريق العقل فبالإجماع منهم أن الصنعة لا تشبه الصانع، أنت صنعت الكمبيوتر، الكمبيوتر لا يشبه الإنسان، ما الكمبيوتر بيفكر برضه، بتدوس على زرار كده يدي لك احتمالات،
مش كده برضو؟ لكن هل الكمبيوتر ده اللي هو صنعة الإنسان يشبه الإنسان؟ طب ما أنت بتتحرك وصنعت العربية، العربية تشبهك عشان بتتحرك تبقى تشبه الإنسان لأنه بيتحرك؟ يعني ممكن أنا أقول لك يا عربية؟ فهمت؟ فتملي، ما أنت صنعت التلاجة، تنفع أنت تبقى تلاجة تفتح صدرك كده وتحط العيش جوه وبعدين تقفل؟ وما تفتح صدرك كده ينور؟ ينفع؟ فتملي الصنعة، الصنعة تختلف تماما عن صانعها. تملي كده مفيش أي وجه شبه. حتى لما عملوا الإنسان الآلي مش زي الإنسان برضه. أولا في برامج جواه ما عندوش عواطف، لا يتكسر ولا يتوالد ولا يأكل ولا يشرب، بس كل الحكاية كأن صورة رسموا وش وبتاع وركبوه في شوية مكن وآلات، يلعب في مناخيره ودنه تقع لأنه مربوط. انت تنكش من اخيرك لو ودنك هتقع ولا عينك هتقع، مش كده برضو؟ فتملي كده الصنعة لا تشبه الصانع باي حال من الاحوال. ده الدليل العقلي، ده من حيث العقل ان انت مصنوع وصنعك الله. كويس، مستحيل ان ربنا يشبه صنعته في حاجة، خدت بالك؟ وربنا مش صنعك بس، ده صنع الاكوان كلها، يبقى ما فيش حاجة في الاكوان تشبه ربها ابدا. عشان كده يقول ليس كمثله ايه شيء، شيء يعني ايه؟ شيء موجود. فهمت؟ بس لان الشيء يطلق عليها على الموجود سواء كان واجب الوجود او موجود لغيره، وتطلق ايضا على المعدوم، وتطلق ايضا على واجب الوجود يعني ايه، وتطلق ايضا على المستحيل. شيء دي يقول لك يعني ايه؟ موغله في الابهام. كلمه شيء دي موغله في الابهام. اي حاجه ممكن تقول عليها شيء، واي حاجه مش موجوده ممكن تقول عليها شيء. فهمت؟ طيب مثال شيء في واجب الوجود، ربنا بيقول ايه؟ قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله. يبقى شيء هنا، واخد بالك، يعبر عنها بواجب الوجود برضه كده، خد بالك. طيب وبالمعدوم، انما قوله اذا اراد شيئا معدوما ان يقول له كن فيكون، فيبقى الشيء وهو معدوم تتوجه اليه الاراده فيوجد، يبقى شيء هنا تعبير عن المعدوم. طب والممكن، على كل شيء قدير، على كل شيء ممكن قدير، مش كده برضه؟ طيب والمستحيل، ممكن شيء برضو تستعمل في المستحيل، ما يدعون من دونه من شيء، ومستحيل ان يبقى في مع الله اله، ما يدعون من دونه من شيء، وشيء هنا على ما يدعى من دون الله وهو غير موجود والعقل لا يقر انه ممكن يبقى معه موجود مثله، فيبقى شيء مغلى في الابهام، تعبر عن الموجود وغير الموجود وعن المعدوم وعن المستحيل وعن واجب الوجود. شفت قد ايه تعبر عن هذا كله؟ ربك بقى بيقول ايه؟ ليس كمثله شيء. طب حتى تصورك في عقلك ده مجرد التصور لغير موجود وهو العالم الخيال، عالم الخيال ده مخلوق برضه، مخلوق جواك عالم الخيال. طب وعالم الخيال ربنا عبر عنه في القرآن، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني كل ما يتصورون ويتخيلون يجدونه، هذا عالم الخيال، لهم ما يشاءون عند ربي، يبقى ده اسمه عالم ايه؟ عالم الخيال. وفي عالم المثال ربنا سبحانه وتعالى بيقول تمثل لها بشرا سويا، وفي عالم الحقيقة اللي هو ايه؟ السماوات والأرض، وإيه وما نبصر وما لا نبصر، الواقع اللي هو خلق الله سبحانه وتعالى في الأكوان، وفي عالم الأمر، ألا له الخلق والأمر، يبقى في عالم الأمر، دي كلها عوالم ذكرها الله في كتابه، واخد بالك؟ فالعالم مش هو شايفه بس. طب ايه اللي موجود في عالم الخلق؟ الخلق كل ما تراه وما لا تراه من محسوس وغير محسوس. طب والروح من عالم الامر، يسالونك عن الروح، قل الروح من امر رب. الناس فاهمين ان ما تجاوبتش، لا اتجاوبت، ده الروح من الامر، من عالم الامر. فيقول لك يعني ما نعرفش حاجه عن الروح، لا احنا عارفين بقى الروح، الروح من امر رب يعني من عالم الامر.
وعشان كده الروح وهي في عالم الامر لما تغلب الحاله الروحانيه على الانسان يامر الحاجه اللي مش موجوده يجدها، لانها من عالم الامر. وعلشان كده اللي هتبقى في الجنه الروحانيه هي اللي غالبه على الجسمانيه. فمجرد تشاء الشيء تلاقيه، مجرد تشاء الشيء تلاقيه على طول، لان هي الروح كده من عالم الامر. مجرد تامر الخيال تجده واقع، مجرد يخطر على بالك تجيه قدامك، كل ما يخطر عليك تجده قدامك لانها من عالم الامر. فهمت بقى الحكايه؟ كل ده موجود في القران، العلوم دي كلها موجوده في القران، بس الناس قاعده تردد القران ليل نهار ومش واخده بالها. واخد بالك؟ لو ربك فتح لك باب فهم مفيش حاجه حتوه منك، كله في القران. درجه سيدنا عمر بن الخطاب واحد الصحابه مش فاكر مين يقول لو ضاع مني بعيري لوجدته في القران. شوف قد ايه لما ربنا يفتح لك باب الفهم كله تبص تلاقي كل حاجه في القران. فربنا يفتح لنا ابواب الفهم. عالم الملك هو العالم الحس الاجسام، وعالم الملكوت هي عالم الاعراض، عالم الذي لا تراه. وهناك اجسام مرئيه واجسام لطيفه، فالاجسام اللطيفه التي لا ترى كاجسام الملائكه وكاجسام الجن، دي اجسام لطيفه لا ترى على الراجح عند اهل السنه، لان بعض اهل السنه قالوا هي اعراض وليست اجسام، ولكن الراجح ومذهب الحق انها اجسام، ولكنها اجسام لطيفه نورانيه لا ترى. واضح؟ وفي عالم الرتق وعالم الفتق وعوالم كتيره، عوالم كتيره. واشكرك رب العالمين، جمع عالم مش عالم واحد ولا اتنين ولا تلاته. وما يعلم جنود ربك الا هو لا يحيطون به علما. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ومن بعده سبعه ابحر. لو ان ما في في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر، اعمق كمان واكثر في من الايه اللي هو بحر، بس لو كان البحر بس، لا الايه الثانيه بتقول ده مش بحر بقى، لو سبعه ابحر واشجار الارض دي كلها تتحول تبقى الام وتقعد تكتب ومدادها البحار السبعه. ما نفدت كلمات الله، ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. العالم اللي قاعده تكيف في حاجات في الله ويقول لك ليه وجه وليه يد ليه مش عارف ايه، ما قدر الله حق قدره سبحانه. والحق سبحانه وتعالى ليس بمتحيز، وليس ايضا شيء من مخلوقاته يشبهه، هذا بدليل العقل والنقل. اما من طريق العقل فبالاجماع منهم ان الصنعه لا تشبه الصانع، والشمس والقمر خلق من خلقه عز وجل، فليس بينهما شبه بوجه من الوجوه. واما من طريق النقل فما جاء في التنزيل ليس كمثله شيء، وإنما العرب تشبه الشيء بالشيء لشبه ما، أي شبه ما يكون تشبه به، كقولهم زيد مثل الأسد. هتقولي ده بيزقر يعني؟ أما أقولك زيد ده مثل الأسد يعني يبقى عنده زئير بيمشي على أربعة، ليه فروة، ليه ودان، ليه زوجة اسمها لبؤة. ولا لما يقول لك زيد مثل الاسد يبقى في المعنى، ابحث عن المعنى. الاسد فيه ايه؟ الشجاعه. نقول وممكن مثل الاسد في كراهه رائحه ايه؟ فمه، البخر الابخر. هو الاسد لما تقرب منه ريحه فمه قرف، واخد بقى، ابخر من الحيوانات البخره، من شده رائحه فمه الكريهه مفيش حيوانات تحب ايه تعيش جنبه، حتى الحيوانات تعرف من ريحته، واخد بالك؟ فممكن اشبه زيد بالاسد وانا اقصد ازمه لان ريحته كريهه. فهمت؟ وعشان كده العرب عندهم باب واسع، الذم في سوره المدح، باب واسع بقى شغلانه، واخد بالك؟ وممكن اقصد ان انا بمدح انه شجاع مقدام، واخد بالك؟ وممكن اكون ما بسبهوش بالاسد في المدح، لا ده في الكرم، لان الاسد اما يصطاد فريسه
ياكل لما يشبع ويسيب بقيه الحيوانات تاكل الباقي، مش يمنعهم. ما ياكلش حامض، ياكل طازه بطازه. ده الاسد كده، عشان كده سموه ايه؟ ملك الغاب. ما ياكلش حاجه اصطياد غيره، يعني ما يمشيش كده يلاقي مثلا حاجه كده ميته كده حد اصطادها غيره يروح ياكلها، لا ما يرضاش. الا اسد جنينه الحيوانات المخزول الخيبان الغلبان اللي هم غموه من الغابه وكتفوه وقعدوه جوه وبقوا يجيبوا له حته لحم، يجي له انهيار عصبي الاول ويجي له اكتئاب نفسي وفي الاخر يضطر ياكل بقى مغلوب على امره. اه وبعدين يجيبوا له كمان لحمه كده مستورده كمان. شوف بقى يعني بايته ومستورده ومتلجه قد ايه القهر يا اخي. هو اصلا ما يحبش ما عندوش ثلاجه، يحبش يبقى عنده ثلاجه. هو اما يجوع يروح يصطاد جديد في جديد، ياكل ويسيب بقيه الحيوانات تاكل فتاته، فهمت؟ وياكل طازه بطازه. وما يفترس الا اذا كان جعان. ابن ادم يفترس جعان ولا مش جعان؟ يعني ما حصلش الاسد كمان. فيعني في تشبيهات كتيره ممكن تشبهه بالاسد. ممكن تقول فلان كالكلب، تقصد بيه الذم وتقصد بيه المدح في الوفاء، وتقصد فيه النجاسه انه متضمخ بالنجاسه، تحتمل دي كلها، فهمت ازاي؟ فلازم تشوف السياق جاي في سياق مدح ولا في سياق ايه ذم، وتبتدي تأول. فهنا بيقول زيد مثل الاسد، والبشر ليس بينه وبين الاسد في الخلقه مماثله، وانما شبهوه به لكثره شدته. ومثل ذلك قولهم فلان مثل القمر، ولا شبه في الخلقه بينهم، انما شبهوه لحسنه وضاءته. ايه حسنه؟ حتى الناس يقول لك ايه فلان مثل القمر، يعني ايه في الاضاءه والحسن والجمال؟ مع ان يا اخي ما تشوف القمر بالتلسكوبات تلاقيه مصيبه، ولا ايه الحلاوه اللي فيه؟ ده حاجه قرف. لكن هو العربي كان يبص عليه كده من ايه، يلاقي حاجه منوره جميله، كوكب في وسط الكواكب كده مغطي على الكل. فايه اعتبروا ان ده رمز للحسن بقى والجمال، خدت بالك؟ واصبح بقى القمر ده في الشعر العرب ليه مواويل، واخد بقى، عملوا عليه مواويل كبير، ويقعد يناغي القمر ويسمي المحبوبه قمر، وشغلانه كبيره. ولا شبه في الخلقه بينه، وانما شبهوا لحسنه. هذا في المحدثات، المحدثات اللي هي ايه؟ المخلوقات يعني، التي بينهم نسبه الحدوث. فكيف بمن لا نسبه بينه وبين خلق جل جلاله؟ وهذا مثل ما يقول الناس بعضهم لبعض اذا سال احدهم الاخر في امر هل هو حق ام لا، فيحلف له انه حق كما انت موجود في الوجود، لان علم الضروره لا يشك في احد. يعني يقول له انت متاكد شفت الموضوع ده؟ يقول له زي ما شايفك قدامي. يعني انا لما ابقى شايفك قدامي دي عايزه دليل بقى انك انت موجود قدامي ولا مش موجود. خلاص بقى عندي علم ضروري انك قدامي، فهو عايز ياكد لك الخبر اللي بيخبره لك ده. يقول لك ايه ده؟ انا شفته موجود زي ما انت قدامي كده بالظبط، زي او تشبيهه. مع ان الخبر اللي بيقولوا لك ده عربيه عملت حادثه في ميدان السيده عيسى، وانت مش عربيه، فاهم؟ يقول لك انا شفتها زي ما انا شايفك بالظبط. يبقى زي دي معناه انك انت تشبه العربيه، ولا معناه ان انا متاكد زي ما انا متاكد؟ يبقى ايه هنا التشبيه؟ لتاكيد الايه؟ الخبر، وليس لوجود شبه، فاهم؟ لغه العرب واسعه، عشان كده ما يفهمش القران الا يتعلم عربي. مفتاح القران انك تتعلم اللغه العربيه. ما فيش حاجه اسمها اقرا القران مترجم واقول ان انا عرفت كلام الله، مش هتعرفه. لازم القران كتاب عزيز، لازم انت اللي تروح للغته، هو ما يروحش للغتك، لانه كتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فاللي دخل في الاسلام وما تعلمش العربيه ما عرفش القران، اعرف دي كويس، فهمت؟ فمدخل الاسلام لغير العرب يتعلم العربيه، ومدخل الاسلام للعرب الجهله بالعربيه، اللي زي الوقت انتشر الجهل باللغه العربيه حتى في بلاد العرب، ان نرجع تاني نحيي لغتنا. ربنا كتير يقول لنا في القران كده قرانا عربيا غير ذي عوج، قرانا عربي. ليه بيقول لنا عربيا يعني؟ يعني اتعلموا عربي عشان تفهموا الكلام اللي انا بكلمكم بيه، فهمت؟ لكن لما الجهل اللي باللغه العربيه ابتدوا يتهجموا على القران من غير ما يتعلموا اللغه العربيه، نشا طائفه من المسلمين ما كانتش موجوده قبل ذلك، اسمه المفكر الاسلامي.
يقول لك بتشتغل ايه يا عم؟ مفكر. بتفكر في ايه يعني؟ يقول لك انا بقرا القران كده وافكر واطلع منه معاني. بتفكر ازاي؟ طب كان واخواتها تعرفها؟ يقول لك يا هي ليه اخوات؟ طب دول اشقاء ولا غير اشقاء؟ يعني مش عارف حتى اللغه العربيه. فازاي بقى هو داخل القران من غير باب؟ وده لص، ده دخل البيوت من غير ابوابها، ده تصور على القران تصور، فيفضل القران منغلق عليه ما يتفتحش. يبقى مدخل الشرع الشريف هي اللغه العربيه، عشان كده نشات علوم اللغه. اللي عمل علوم اللغه دي مين؟ من ايام الصحابه عملوها، ده سيدنا علي هو اللي امر بتدوين علم النحو، مش كده برضو؟ عملوها ليه يعني؟ دونوا اشعار العرب، كتبوها. طب ليه كتبوا اشعار العرب؟ ما كانوا الاول بيعتمدوا على الحفظ، علشان اشعار العرب فيها الشواهد لنطق لغه العرب اللي نزل بها القران، لان القران نزل بلغه قريش، عشان يعرف معنى استعمال كل كلمه. سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول كلمه فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والارض، قال التبست علي معنى فاطر. سيدنا عبد الله بن عباس، حتى جاءني اعرابي يشتكي فقال لي ان اخي ينازعني البئر وقد فطرته. ففهم على طول كلمه فاطر يعني ايه، يعني انشاته ايه قبل ان يكون له وجود، يبقى فاطر. فهمها من مين؟ من كلام العرب. فلازم تفهم. وادي السبب ان هم جمعوا الاشعار وجمعوا الابيات وجمعوا المنثورات بتاعه العرب كلها في عصر التدوين اللغه، علشان يطلعوا الشواهد 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 الشواهد. كل ده ليه؟ خدمه للقران وللنص الشريف. يعني كل العلوم دي نشات اسمها علوم الاله، اي اله الفهم. فانت تدخل على القران من غير عربي، من غير الاله، ازاي يعني؟ يعني زي بالظبط داخل شقتك او شقه غيرك من غير المفتاح، تبقى هيبقى معاك طفاشه. طفاشه طبعا ما يعرفهاش غير العرب. عارف الطفاشه اللي هي ايه؟ الطفاشه دي عباره عن اله كده بتبقى مع الحداد، يمسكها في الباب كده يروح كسره كده ويروح داخل. حرامي لص، واخد بالك؟ فاللي دخل على القران من غير اللغه العربيه دخل البيت بالطفاشه، يبقى ده مجرم. وربنا بيقول وقت البيوت ايه؟ من ابوابها. فهمت؟ ففي ناس كتير الوقت تطلع على المنابر وتتكلم على القران ومش عارف ايه، وما يعرفش اللغه العربيه، ليس له رصيد ولا باع فيها. مش مهم انك تتعلمها، لكن عيب انك مش متعلمها وتدعي هذا لمجرد ان لحيتك طالت وجبت جلابيه دافه من السعوديه لبستها وبقيت علام، ورحت جبت ايه عمه زي كده رحت لابسها وقعدت وخلاص، او جبت البتاعة اللي اسمها ايه الغطرة، غطرة بقى والعياذ بالله، وبالذات لما تبقى حمرة فابيض، واخد بالك؟ علشان تبقى علامة كبير قوي. وبعدين تيجي تسأله عارف ايه في اللغة يا ابني؟ عارف ايه؟ طب انت ختمت القرآن حفظا؟ طب انت طيب يعني تعرف ايه في علم الاصول، في علم الرجال؟ تعرف؟ ما يعرفش قبله. وبعدين ايه قناة فضائية ويستضاف كل يوم كأنه بيت في الاستديوهات، كل يوم بيتكلم في القنوات، بينشر ايه؟ بينشر الجهل على العالمين. فربنا ينجينا يا سيدي. عشان كده لغة العرب لغة مهمة انك تفهمها. وساعات اللي مش فاهم اللغة على فكرة بيروح في داهية، واللي فاهمها بسطحية يروح في داهية. يعني في شيخ في الازهر زمان ايام الامام الشعراني، حكى عليه الامام الشعراني، واحد أزهري طلع في مخه أن سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا محمد. علماء الأزهر طبعا بقت أزمة، فبيقولوا له تعالى هنا يا ابني، أنت ليه بتقول كده؟ العلماء بقى الكبار اللي هم إيه في دور أساتذته، قال لهم علشان إحنا بنقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وتملي المشبه به أعلى من المشبه. شفت بقى؟ بيستدل بقاعدة لغوية هو فهمها غلط. هو المشبه به أعلى من المشبه، بس في كلمة ناقصة ما خدهاش، غالبا ناسي غالبا. فهم؟ لأن في نماذج أحيانا يبقى المشبه أعلى من المشبه به، في نماذج كتيرة بقى ويجيبوا له بقى أشعار، يجيبوا
يبقى ده عشان جاهل في اللغة العربية أو عنده نص علم في اللغة كان هيخرج من دينه. ما هو اللي يدعي أن سيدنا محمد أقل في الفضيلة من غيره ده خلاص ده خرج من دينه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله. وربنا بيقول في القرآن إيه؟ أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. يبقى النبي أكرمنا عند الله خلاص، مش كده برضو؟ واضحة يعني من القرآن والسنة والدليل العقلي إنه هو خاتم النبيين، صلى إماما بالأنبياء، صلى إماما بالملائكة، جاوز موقف علم سيدنا جبريل. فسيدنا جبريل وقف عند سدرة المنتهى وسيدنا رسول الله فاق علمه وعلم جبريل. خلاص نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء. فيجي يشكك لي علشان قاعدة لغوية فيما غلط، فهمت ازاي؟ ما ينفعش. فهم قالوا له يا ابني ده المشبه بيبقى أدنى من المشبه به غالبا، لكن في أمثلة كثيرة إن يبقى المشبه أعلى من المشبه به. ومن القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. طب استخلف بني إسرائيل على أرض الشام وإحنا استخلفنا على الأرض جميعا، وربنا شبه استخلفنا باستخلاف بني إسرائيل، فهمت إزاي؟ يبقى هنا المشبه أعلى من المشبه به في الاستخلاف كما استخلف الذين من قبله. فلو مشينا على القاعدة بتاعتك يا أستاذ اللي فاهم العربي غلط، هيبقى استخلاف بني إسرائيل أعلى من استخلاف أمة النبي، وهذا باطل. لأن النبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى الأرض كلها أمة النبي مستخلفة فيها، وبني إسرائيل على الأرض المقدسة بس اللي هم رفضوا يدخلوها فربنا حرمهم منها. مش قال لهم كده؟ قال لهم خلاص. لما قال لهم في الآية بتقول إيه الآية؟ فإنها محرمة عليهم. وقف عند عليهم، محرمة عليهم للأبد. يتيهون في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض. يبقى حرمها عليهم للأبد وتوههم 40 سنة. فهمت؟ مش معناها انه هي محرم عليهم 40 سنة، لا. مواضع الوقف والوصل في القرآن مهمة لفهم المعنى. محرمة عليهم قرار، 40 سنة يتيهون في الأرض وعقوبة عاجلة. يبقى حكم عام وعقوبة عاجلة، واضح؟ لأن في بعض المسلمين يقول لك مش ربنا قال لهم يا أخي خشوا الأرض، احنا ليه بنمنحهم يا أخي؟ لا عارف قرآن ولا عارف سنة ولا عارف تاريخ ولا حتى جغرافيا، ويدعي لك مفكر إسلام. طب فكر، فكر يا سيدي. فشفت خطورة ان اللغة العربية دي لو دخلت القرآن من غير بابها قد تفهم ما يخالف عقائد المسلمين، فدي مهمة. طب انت مش قادر تدرك يا سيدي، امشي ورا بقى العلماء الكبار، لما يقابلك حاجة حتى طرأت على ذهنك مفيش مانع يطرأ على ذهنك حاجة، روح بقى للشيخ العلامة قول له والله أنا ما قريت الآية دي قال لي الانطباع الفلاني ده محتمل لغة ولا مش محتمل، وتقعد تتناقش معي. إنما مش مجرد يطرأ على ذهنك تروح واخد معاد في قناة فضائية وتروح قاعد قدام العالمين وتقول، ما ينفعش. الطريقة دي حرام، لازم نتقي لها في ديننا. يا رب. أصل إيه الشيخ أبو جمرة بيفتح المواجع كأنه عايش معانا، كأنه شايف اللي احنا شايفينه، ودي ولاية كبيرة. يا إما بقى كل عصر كان موجود مثل هذه الطوائف المتسرعة، لكن هو من حيث الولاية هو راجل ولي كبير، بنا ينفعنا ببركته. لأن علم الضرورة لا يشك أحد فيه، فرد لهم صلى الله عليه وسلم علم الإيمان بالرؤية الذي هو من قبيل التصديق بالغيب من قبيل علم الضرورة الذي هو مقطوع به لا يخالف فيه أحد في الوجود. وعلم الضرورة هو كعلمك بأن السماء فوقك موجود، وأن الأرض تحتك موجودة، وأنك فيها موجود الآن. دي حاجات ضرورية، ما تقوليش بقى إيه اثبت لي أن السماء فوقي، ما ينفعش، ما دي واضحة. ها؟ وبرضه في حاجة اسمها علم ضروري معنوي، أنا جعان دلوقتي
لو قال جميع الناس تثبت لي ان انا مش جعان انا مش هصدق انا جعان. الناس يقولوا لا لا بيتهيألك، لا لا مش جعان ولا حاجة يا عم، متروحوا يا جماعة انا جعان، هتقولي سندوتش تقعدوا ترجوا معايا ليه، اكل وخلصت. او تقول للناس مثلا انا بردان، لا انت مش بردان ولا حاجة يا عم، انا بدرعش يا عم بردان. الشعور بالبرد والحر والجوع والعطش والألم ده علم ضروري مش محتاج دليل. بتروح للدكتور تقول له انا عندي مغص، الدكتور يقول لك اثبت لي، بيصدق على طول، يقول لك المغص بيجي لك امتى ومكانه فين وكده، يصدقك ويبتدي يعالجك لانه صار علم ضروري غير قابل لدليل. مش اقول بقى ايه، طب افتح عينك كده شكلك بتضحك عليا، ما بيجي لكش مغص، ما ينفعش يا استاذ، تصدق على طول. فالعلم الضروري لا يطلب ايه، لا يطلب دليل. واضح؟ النار محرقه، كل الناس عارف، حط ايدي كده اي لسعت خلاص، حسبت لك بقى ان النار محرقه. طيب اثبت لك، تعالى روح مولع النار واخد ايدك احطها، تقوم تتلسع تقول اه حرمت فعلا محرقه مش هعمل كده تاني. يبقى العلم الضروري غير قابل للمناقشات بين الناس بعضها وبعضها خلاص. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرؤيه هتبقى ما فيش فيها مجادله، ده هتبقى كانها علم ضروري ما تستطيعش انك انت تتشكك فيه ابدا، زي رؤية الناس للقمر وزي رؤية الناس للشمس، صارت علم ضروري غير قابل للشك. شفت تشبيه النبي ده طالع منه علوم قد ايه، وهو ايه عبارة نبوية شريفة، كلام النبي اصله مبارك، فجر العلوم صلى الله عليه وسلم. من قبيل علم الضرورة الذي هو مقطوع به لا يخالف فيه أحد في الوجود. وعلم الضرورة هو كعلمك بأن السماء فوقك موجودة وأن الأرض تحتك موجودة وأنك فيها موجود الآن، وكذلك ما أدركته من جميع الموجودات تشهد بالقطع الذي لا ارتياب فيه بأنها موجودة حسا. والله تعالى أعلى وأعلى. الشيخ أدم من ضمن نوادره مع الأطفال إيه؟ الشيخ أدم ده كان اللي بيحفظ ولادي القرآن، راجل طيب، وأنا قرأت عليه، وتوفي في نصف شعبان بعد ما بقى عدى 90 من عمره رحمه الله. يحكي لك نوادره بقى مع إيه، مع الأطفال، لأن قضى عمره يحفظ الأطفال القرآن، وناس كتير ختم القرآن على يديه. فمن ضمن نوادره على علم الضرورة دي، الواد بيسمع بقى قدامه كده ومرعوب سورة النحل، فبيقول إيه، السقف من تحتهم. قال له يا ولد، والسقف يبقى من تحتهم يا ولد؟ ها؟ فخر عليهم السقف. الواد متلخبط قدام الشيخ، قال له السقف من تحتهم. قال له يا ولد يا مجرم، هو في السقف يبقى تحتهم يا ولد، مش السقف من فوقهم يا ولد؟ باخد بالك، يعني علم ضروري، يعني حتى لو انت ايه في الايه انشغلت عنها شو، قلت السقف يا ترى من فوقهم ولا من تحتهم، هي من فوقهم مفيش احتمال، لان ده علم ضروري، السقف تملي فوق يبقى من فوقهم. فهمت ازاي؟ فالعلوم الضروريه دي، فخر عليهم السقف من فوقهم، واخد بالك، اللي في النحل في اول ربع. فيقول لك يعني علم الضروره اهو، ده بيكلم الطفل الصغير، الطفل الصغير ادرك فعلا انه هو ايه، من خوفه خرج عن ايه، عن الحاجة المنطقية، مش محتاجها بقى السقف فوق، أنا خلاص فوق، حد يقدر يتكلم. فده أدي العلم الضروري. ومن ضمن العلم الضروري على فكرة وجود الله، علم، لأن أنا مدرك أن أنا لم أخلق نفسي ولا أدبر نفسي، وما فيش حاجة في الأكوان تدعي أنها وجدت نفسها. إذا كنت أنت يا عاقل يا اللي عندك عقل وبتقول أنا مش انت اعقل من في الاكوان من حيث العين نظر، وما بتدعيش انك خلقت نفسك، هتقول الكلب خلق نفسه، طب والشجرة خلقت نفسها اللي هي ادنى منك من حيث الملكات، والجبل اوجد نفسه، مستحيل. فالعلم الضروري من حيث الوجود ان الصنعة تدل على الصانع، والفعل يدل على الفاعل، والحركة تدل على المحرك، ولو لم ارى المحرك. فهمت؟ يعني انت دلوقتي لما تبقى ماشي في حتة وفي تبة كده، تبة يعني ايه، جبل مرتفع بسيط، ووراه في شراع مركب وماشي، هتعرف ايه، ان في مية ورا التبة دي، والمية دي ماشية فيها مركب، صح؟ طب شفت المية؟
شفت المركب بس تتحرك، فأنا أعرف بالضرورة أن المركب اللي بشراع دي لا تسير إلا في الماء، وطالما بتسير لابد أن يكون مجرى، ما ينفعش يبقى عين. فشفت بقى أنك أنت ممكن تبقى تقر بوجود الشيء وأنت مش شايفه، فأقريت أن فيه ممر مائي، وأقريت كمان أن الممر المائي ده منفتح وأنه يتسع لوجود سفينة، واخد بالك ازاي؟ كل ده وانا مش شايفه بمجرد العقل. فانت عشان كده العربي قال ايه؟ سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، مش كده برضو؟ وبحار ذات امواج. كل ده ما حدش ادعى ان هو اوجد نفسه، افلا يدل ذلك على العليم الخبير؟ فهمت بقى؟ فانت تقر بالموجود ولو لم تراه لانك وجدت اثره، وهذا الاقرار يتحول عندك الى علم ضروري، فتقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله، يعني كأنك شهدت، ما بتقولش اعلم ان لا اله الا الله. طب ما انت ممكن يكون الدخول للاسلام بكلمة اعلم ان لا اله الا الله واعلم ان محمد رسول الله، لكن كأن اول قدم لك في الاسلام صار علمك بوجود الله ضروري كعلم المشاهدة، وعلمك برسالة النبي وصدقه كأنك شاهدته. فهمت بقى؟ يبقى في أول قدم لك في الإسلام انتقلت إلى عين اليقين في لحظة بمجرد الدخول. أشهد، أشهد دليل العلم الضروري مش مطلق العلم، يعني صار غير قابل للمناقشة وغير قابل للاستدلال بدليل. طب وليه علماء التوحيد بيجيبوا أدلة؟ عشان يناقشوا غير المسلمين، إنما المسلم شاهد. فهمت؟ يعني الحاجات دي مدونة في الكتب دي لجدال الفلاسفة اللي أنكروا وجود إله أصلا، مش موجهة لي أنا، لأن أنا خلاص أنا شهدت، أنا أشهد إن الله موجود، ولا أستطيع ولا يقبل لحظة إن أنا أتشكك في وجود الله، كما أنه لا أتشكك إن أنا حران أو جعان أو تعبان أو عطشان. واضح؟ أصبح علم ضروري. وأدي مقام المسلم، مقامه من أول قدم في عين اليقين. فإذا دخل في الإسلام ومارس الشعائر تحول إلى حق اليقين. أمال مين اللي في علم اليقين؟ ده بتاع علم اليقين ده اللي حيدخل في الإسلام، اللي قاعد يبحث في الأديان لسه، فيعلم بعد ذلك أن الحق عند المسلمين، فلكي يدخل عندهم لابد أن يشهد، فينتقل بالدخول إلى حظيرة الإسلام من علم اليقين إلى عين اليقين، فيمارس الإسلام يصير في حق اليقين من كبار الأولياء. فهمت بقى كرامة المسلم عند الله ولو كان عاصيا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.